فهمت الملف الليبي جيدا، خبرت الليبيين بأطيافهم وتوجهاتهم وماذا ينقصهم، استطاعت في وقت قياسي أن تساهم في إسكات الحرب وتعيد العملية السياسية إلى الواجهة. اليوم تقف ستيفاني ويليامز على أطلال ليبيا من جديد بصفة مستشارة للأمين العام للأمم المتحدة أنطوني غوتيريش، وأعادت عودتها إلى الذاكرة القريبة أمل البعض في تصحيح المسار قبل الخروج عن السيطرة، وخوف البعض الآخر مما يدور في كواليس السياسيين الدوليين تجاه الملف الليبي المعقد. فهل عادت لتساهم حقا في فتح صناديق الاقتراع دون عرقلة، أم أن الأمر أبعد من كونه انتخابات؟ كثيرة هي التساؤلات حول هدف المرأة من ملف الانتخابات والهدف الدولي من إعادتها إلى المشهد. هذا من جانب. من جانب آخر، اليوم عقدت جلسة لمجلس النواب في طرابلس لبحث مستجدات العملية الانتخابية بعد أن شهدت الكثير من التطورات والتجاذبات والخلافات واكتنف مصيرها الغموض. فيما يدور في الخفاء يختلف تماما عن ما يدور في العلن. نحاول في هذه المساحة اليوم أن نقرأ التطورات ونفهم بقدر المستطاع ما هو معلن وما هو خفي، وما تأثير كل ذلك على خارطة الطريق التي لم تسلم من الشوائب. أهلا بكم، نفتح النقاش مع ضيوفنا بعد قليل. وفيما يدور الخلاف والتشكيك في إمكانية عقد الانتخابات في 24 من ديسمبر من عدمها، والاعتقاد إلى حد كبير بأنها ستؤجل، ترمى الكرة الآن في ملعب مجلس النواب من جديد الذي اعتبره رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح بأنه هو وحده صاحب القرار في تأجيل الانتخابات من عدمها. نتابع هذا التقرير ومن ثم لنا عودة مع ضيوفنا في هذه المساحة. رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح يؤكد أن البت في تأجيل الانتخابات يرجع إلى تفاعل السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب مع تلك المطالبات، فهو وحده من يقرر التأجيل أو الإبقاء على التاريخ المحدد لتنفيذ العملية الانتخابية. السايح وفي مقابلة مع صحيفة القدس العربي وفي إجابة عن سؤال احتمالية مقاطعة بعض المناطق للانتخابات رئاسية، أكد أن حدوث ذلك لن يمنع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات نهائيا من الإعلان عن نتيجة العملية الانتخابية، مرجعا ذلك لكون القانون رقم 1 لانتخاب الرئيس الذي جعل من البلاد دائرة واحدة يحد بشكل كبير من حجم تأثير المقاطعة مهما بلغ حجمها، وسيقلص كذلك من تأثير الخروقات التي يمكن أن يقوم بها بعض المعرقلين أو الرافضين للعمليات برمتها. أما عن انتخابات مجلس النواب، فقد أشار السايح إلى أن أي عرقلة أو خرق سيؤثر فقط على الدائرة التي وقعت بها الحادثة ولن يؤثر في إعلان النتائج باقي الدوائر. وعن الاعتصامات والمظاهرات التي شهدها محيط المفوضية، أكد السايح أن هذه الاحتجاجات لها أماكنها المخصصة وقد حددتها السلطات الأمنية للدولة للتعبير عن آراء المتظاهرين والمحتجين بأساليب حضرية تتماشى مع قيم الديمقراطية، مشيرا إلى أن الاعتصام أمام مقرات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات هدفه الوحيد هو عرقلة عملها وتعطيل قدراتها على تنفيذ مهامها الموكلة إليها بموجب القانون حسب قوله، مؤكدا أن ما حدث من اعتصام لم يكن عفويا بل مدفوعا من قبل تيار معارض لتنفيذ إرادة الشعب الليبي في الاحتكام إلى صناديق الاقتراع، وهذا مرفوض بشكل قاطع حسب قوله. تصريحات تأتي في وقت يفصل ليبيا عن موعد الاستحقاق التاريخي الأول من نوعه لاختيار رئيس أقل من أسبوعين، في خطوة يعلق عليها الليبيون الآمال لإنهاء عقد من الصراع المسلح والحروب والدمار والقتل خارج إطار القانون. ضيوفنا الكرام دكتور محمد قزة المتابع للشأن السياسي من طرابلس بالصوت والصورة، وكذلك الأستاذ محمد صالح جبريل من درنا بالصوت والصورة عبر خدمة السكايب، وأيضا سوف يكون معنا عبر الهاتف بعد قليل الدكتور علي البرغثي أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية. شكرا جزيلا لكم لحضوركم لهذه المساحة من لايف لهذا اليوم. قبل الخوض في
الانتخابات وإمكانية إجرائها في موعدها من عدم. نتحدث هنا عن زيارة ويليامز إلى طرابلس بعد تعيينها مستشارة لأنطوني غوتيريش. أبدأ معك دكتور محمد قزة من طرابلس، ما الذي تعنيه عودة ستيفاني ويليامز من جديد إلى المشهد؟ هناك الكثير من الجدل حول مسألة عودتها، منهم من يقول بأنها ستسعى إلى إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر وحتى تأجيلها إلى أيام معدودات، وهناك من يرى بأنها جاءت لإيجاد سلطة أخرى تمهد للانتخابات. بسم الله ومساء الخير. هو أعتقد تأكيد أن ليبيا قاعدة تحت الوصاية، تحت الفصل السابع يعني، وهذا حتى يعطي إشارة إلى بعض المعرقلين لعملية الانتخابات بأنكم العملية ما هيش عملية ليبيا بامتياز، وهذا للأسف الشديد يعني. وأيضا قبل بزور ستيفاني طرابلس أعتقد أنها زارت روسيا، مش عارف كانت سيارة معلنة أو غير معلنة، ولكن هذه حقيقة في حتى لأن ليبيا موضوعها ماهوش موضوع انتخابات عادية جدا، لا هي في حالة استثنائية جدا، وأيضا عند المجتمع الدولي عنده علاقة بهذا الموضوع. حاولوا يثبتوا أن الشعب الليبي قد يكون له يعني القدرة على أن ينهي مشكلته بنفسه، ولكن للأسف بعض الأطراف اللي مش مستوعبة أن ما يحدث في الانتخابات هو مشروع وطني وأن عملية استحقاق سياسي هم اللي أساءوا لهذه العملية، فاستيفاني عودتها بالفعل حتى تتم إعادة ترتيب بعض الأمور، ولكن يبقى دائما الشعب هو الراي في النهايه في اختيار حكومته واختيار برنامجه يعني. لكن اعتقد ان ستيفاني حيكون لها يعني دور كبير في الفتره في المرحله القادمه ان شاء الله يعني. اتحول اليك استاذ محمد صالح جبريل من درنا. نتحدث هنا عن الانتخابات، امكانيه اجرائها في موعدها من عدمه. هناك اليوم جلسه لمجلس النواب عقدت في طرابلس، وبحسب عدد من النواب في تصريح ل218 قبل الدخول إلى الحلقة اليوم قالوا بأن يعني لا توجد هناك نية لتأجيل الانتخابات في 24 ديسمبر، وكذلك أيضا يعني الحديث هنا يدور حول النتائج أو نتائج الاجتماعات من قبل اللجنة المكلفة من قبل البرلمان المكلفة بالتواصل بين المفوضية وكذلك جهاز القضاء. إلى أي مدى يمكن القول بأن الانتخابات الآن باتت مهددة بالتأجيل أو ربما حتى بالعرقلة ودعنا نقول النصف وإيجاد سلطة أخرى بعودة ويليامز من جديد إلى المشهد الليبي؟ بداية بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا حبيبنا محمد، تحية طيبة لك أخي محمد وتحية لضيفك الكريم. بطبيعة الحال أن الملف الليبي ملف شائك ومعقد جدا يعني، والتداخل الخارجي في الشأن الداخلي للدولة الليبية ولإيجاد حل سلمي لإنهاء الصراع الموجود الآن على السلطة قبل كل شيء أصبح أمر ملح يعني لدينا نحن كليبيين قبل المجتمع الدولي لإنهاء هذه الأزمة التي طالت على توفير خدمات المعيشية للمواطن الليبي بسبب تشظي وتشرذم المؤسسات وعدم توحيد هذه المؤسسات. المجتمع الدولي ليس معنيا كثيرا بالملف الليبي قدر ما يعانيه المواطن الليبي من ضعف من تقديم خدمات قبل كل شيء. نحن كليبيين كنا متأملين أن يتفق الجميع على الوصول إلى انتخابات 24 ديسمبر لإنهاء هذا الإشكال والاتفاق على قيادة موحدة للدولة الليبية حتى لا تنقطع هذه الحجة التي أرهقنا بها كل المسؤولين لا أستثني أحد بأنه هو الشرعي وهو من أوكل إليه إدارة مؤسسات الدولة الليبية. لدي تعقيب فقط، مسألة التداخل المجتمع الدولي في الملف الليبي جاء تحت طائلة الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة تحت مواد 34 35 36 من ميثاق الأمم المتحدة، وهو باب حل الإشكالات السياسية سلميا ما بين المتصارعين في الدول الخاضعة لميثاق الأمم المتحدة والتابعة والموقعة على هذا الميثاق، وليبيا من ضمن الدول التابعة للأمم المتحدة والموقعة على هذا الميثاق. وتم إعداد قرار مجلس الأمن 25 70 باعتماد ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر برلين وما تم إنجازه في اتفاقية جنيف من خلال الحوار السياسي وهذا المسار الذي حددته الدول المجتمعة في برلين على إيجاد حل نهائي وجذري للأزمة الليبية والاتفاق على ثلاث مسارات
مسار سياسي ومسار أمني ومسار اقتصادي غائب لا ندري عنه شيء نحن كليبيين، والمسار الأمني يعمل تحت إنجازات لجنة 5+5 وهي اللجنة الأمنية في توحيد المؤسسة العسكرية، وهي التي لامسنا فيها الصدق النوايا في توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية على المستوى الدولة الليبية. ولكن ما تم الاتفاق عليه، يجب علينا النظر قبل الحديث عن تأجيل الانتخابات، ما تم الاتفاق عليه في لجنة الحوار و75 متحاور الذين يسألوا أمام الله قبل الشعب الليبي عن انتخاب المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، والتي أصبحت للأسف الشديد طرف معطل وأصبحت طرف تريد أن تنفرد بالسلطة. أنا لا أنتقد من باب النيل من هذه الحكومة، حكومة الوحدة الوطنية أو المجلس الرئاسي الغائب الحاضر عنا في كل التجمعات وكل الخدمات التي تقدم للمواطن الليبي، وبقي البرلمان هو السلطة التي المعتمدة أمام العالم في إعداد هذه القوانين، كما تحدث الضيف الكريم وكما تحدث طيب. التقرير بأن القانون رقم 1 والقانون رقم 2 المعنيين بإعداد القانون لانتخاب رئيس الدولة الليبية وأعضاء مجلس النواب الجدد، البرلمان هو بالفعل هو الطرف الذي يجب عليه أن يحسم هذا الأمر وباعتماد هذا القانون. ولكن إدخال المجلس على القضاء ونظر الطعون والاستفادة من عملية كسب الوقت بنظر هذه الطعون، هذا الأمر أصبح مفضوح لدينا كليبيين وكمهتمين بالشأن القانوني والسياسي في ليبيا من خلال هذه الألعاب الغير أخلاقية واستغلال ضعف مؤسسات الدولة الليبية بإقحام المجلس الأعلى للقضاء في نظر هذه الطعون وبتعطيل عملية الوصول لتاريخ 24 ديسمبر. طيب. نعم محمد. دكتور علي برغثي أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية مباشرة معنا عبر الهاتف، نرحب بك معنا دكتور في هذه المساحة. يبدو أن العملية الانتخابية تسير الآن أمام ثلاث تحديات أو ثلاث عوامل تداخلت في بعضها، دعنا نقول العامل القانوني السياسي وكذلك الأمني، هناك يعني غموض في عملية إعلان القوائم النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية. اليوم المفوضية أعلنت عن تأجيل إعلان القوائم الأولية للانتخابات البرلمانية وغيرها من الجدل. كيف يسير المشهد أمامك الآن بحسب المعطيات؟ إلى أين نسير نحن الآن و 24 ديسمبر بات قريبا جدا؟ مساء الخير يا أستاذ محمد والضيوف الكرام والمشاهدين في جميع أنحاء هذا الوطن. محمد دعني أولا أقول لك بأن الحديث عن 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 المشهد اليوم لا يجب أبدا أن ينزع من المشهد العام اللي متعلق بالأزمة، وأنا لما أقول إن ننزع من المشهد العام متعلق بالأزمة نسأل أنفسنا السؤال التالي: هل مشهد الانتخابات هو مشهد ليس له علاقة بقواعد الأزمة الأصلية أم لا؟ بمعنى آخر، هل حلت قواعد الأزمة الأصلية حتى نتوقع بأن تحدث انتخابات أم لا؟ أنا لست من المتشائمين، لكنني واقعي وأحلل الموضوع ليس وفقا لناشط سياسي. أنا لست ناشط سياسي، أنا محلل سياسي، بمعنى آخر أني أفكر في الموضوع بزاوية محايدة إلى حد ما. أنا لم أقتنع على الإطلاق ولم يقنعني المشهد على أن هناك انتخابات ستحدث في ليبيا إن لم نعالج أصول الأزمة، وهذا ليس مكانها لكي نتحدث على أصولها. لكنني دعني أقول لك الآتي، دعني أقول لك الآتي أن الانتخابات سواء انتخابات لن تحدث، بمعنى آخر أنك أنت تستطيع أن نحن نريد أن نركب عليها ترس من التروس، يقول الأول يقول بأنها مؤجلة، الثاني يقول بأنها معرقلة، الثالث يقول بأنها سوف تحدث في مرحلة أخرى، وبالتالي ركب عليها ما تشاء، لكنها سوف لن تحدث في 24 ديسمبر وفقا للمعطيات وما هو متوفر. ما الذي حصل بالضبط اليوم في هذا المشهد؟ المشهد اليوم فيه جزئين مؤسسيين، الجزء الأول يتعلق بمجلس النواب وهو عديم الفائدة، سوف لن يتحرك إلا بإعاز من صاحب إدارة الأزمة، وبالتالي دعنا نضعه في الثلاجة قليلا لكي نتحدث على 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 إدارة الأزمة اليوم. إدارة الأزمة اليوم هي عبارة عن ماذا؟ هي عبارة عن إدارة أزمة من طرف خارجي له تأثير وزن نسبي كبير يدير في هذه الأزمة بغض النظر عن الأطراف الداخلية. دعني أفسر ذلك يا محمد.
أنا أقول بأن نزول السيدة ستيفاني في المسرح اليوم، في مسرح هذه الأزمة اليوم، هو عبارة عن يفسر بشيئين أساسيين. الأول أن هي استطاعت خلال المرحلة الواقعة من جنيف إلى برلين إلى 75 أن هي تنفذ ما أشبهه أنا وما أقول بأنه عبارة عن نموذج. الدول المؤثرة الدولية على هذه الأزمة لكي نصل بها إلى حالة من الاستقرار التي سوف لن تؤثر على الخارج ولن تؤثر على الداخل، سوف تؤدي إلى حالة تلبس جيدا. ستيفاني أن نموذج التوازي والتلاقي الذي أحدث 75 وأتى بما يعرف بحكومة الوحدة الوطنية وشكل كل هذا المشهد الذي نلاحظه اليوم، هذا النموذج الذي فيه الثلاث مسارات سوف لن تلتقي هذه الثلاث مسارات وسوف لن تنتهي إحداهما. وبالفعل رأينا الآن سوف لم ينتهي للمسار الأمني ولم ينتهي المسار السياسي ولم نعرف على الإطلاق ما هي نتيجة المسار الاقتصادي. إذن هذا النموذج أصبح خطر على من يدير الأزمة، وبالتالي قذف اليوم بنزولها اليوم إلى المسرح قذف بنموذج آخر اسمه نموذج الاحتواء. أنا أقول بأن نموذج الاحتواء الذي ستنفذه السيدة ستيفاني هو ليس لحل الأزمة ولا الانتخابات على الإطلاق. نحن لسنا بلهاء لكي يصل بنا هذا التفكير على أن نحن نصل إلى أن هناك انتخابات ستحدث في مشهد أزمة لا تزال عناصر تحريكة ما زالت كما هي. إذا نموذج الاحتواء هذا يقول ماذا؟ يقول أولا العنصر الأول يجب أن لا يكون لهذه الأزمة تداعيات تخرج عن حدودها. إذا احتووا هذه الأزمة في الداخل. الشيء العنصر الثاني أن العناصر الداخلية المتناحرة يجب أن لا ينتصر أحدهما على الآخر. إذا أجعل هذه العناصر تبقى كما هي. العنصر الثالث أيضا وهو أن هذه الأزمة يجب أن يخرج منها الآن ما يعرف بإطار سياسي آخر يمكن أن يعالج بعض القضايا ولكنه أيضا سوف لن يحل الأزمة. إذا نبشر نحن أن القادم ليس الانتخابات على الإطلاق إن لم تحدث شيء مهم سأتحدث ما هو القادم إذا؟ يعني لم تحدث الانتخابات في 24 ديسمبر، يعني السؤال ما هو القادم بعد 24 ديسمبر، وكذلك التساؤلات عن يعني لماذا عادت ويليامز الآن من جديد إلى المشهد ولكن حتى وإن كان بصفة أخرى. ويليام عادت إلى المشهد بنموذج آخر وهو هذا النموذج الاحتواء الذي أريد أن أقول لك. نموذج الاحتواء الذي عادت به السيد ويليام عناصر التي حدثت عليها، لكن الناتج الذي سوف يحدث هو إطار سياسي آخر تستطيع أن تطبخ هذه السيدة لكي لا نفكر نحن في الانتخابات وإنما نحاول أن نعالج بعض القضايا التي تأخذ هذه الأزمة إلى مرحلة أخرى. ما هي المرحلة الأخرى التي يجب أن تتم؟ إلى أن تتم القوى المؤثرة، القوى الخارجية المؤثرة في هذه الأزمة، إلى أن تتم بالتوافق حول مصفوفة مصالحها سوف لن يحدث هناك حل الأزمة. اليوم أستطيع أن أقول لكل من يستمعني ويشاهدني أن هذه القوة ولن تتفق على مصالحها في مصفوفة يمكن أن نحددها بالضبط، ولهذا ستبقى هذه الأزمة في إطار إدارة، هذه المرة هي إدارة الاحتواء وليس إدارة الحل على الإطلاق. طيب ابقى معي دكتور علي، أعود إليك دكتور محمد قزة، ما رأيك في مقاله دكتور علي البرغتي؟ الانتخابات لن تجرى في 24 ديسمبر بناء على معطيات، عودة ويليامز جاءت لاحتواء وليست يعني لإيجاد حل بخصوص الانتخابات بالتحديد. أولا دكتور البرغتي التقيت به في 10/10/2018، كان في وقتها تكتل المدى الديمقراطي كان واحد أعضاء، وكنا نحن في تجمع الوحدة الوطنية وكنا متفقين عشان نحن نقود عمل نضالي عمل وطني في سبيل أن نكون يعني معول خير في بناء الدولة الليبية بدون تقسيم. والدكتور علي الآن شخص بعض الأشياء اللي بالفعل قد تكون حقيقة، ولكن دائما المسؤول لا يشخص فقط، يضع الحلول نفسها.
والثوري ايضا لا يكون واقع، يجب ان يحلم، ونحن نحلم بوطن موحد ندافع عليه الى اخر لحظه بالسلم. نحن نتفق مع الغرب لا يعنيه الانتخابات، لكن نحن معني بالانتخابات، نحن من معني بالتوافق، نحن معني بالسلم الاجتماعي. فأنا أتفق مع في أشياء وأختلف مع في أشياء. استيفاء جاءت لكي تسهل الإجراءات، ولكن النتيجة لا تعنى هي، لا تعني نحن كليبيين، ونحن يجب أن نكون إيجابيين في هذا في هذه النقطة، رغم أني أتحسس دائما من الدخل الغربي ومن الدخل الأجنبي في ليبيا. وأنا رجل لكن هناك من يقول الدكتور بأن المجتمع الدولي تبنى العملية الانتخابية، يعني لا يعني البداية كانت من ملتقى الحوار الذي رعته الأمم المتحدة، وبالتالي بعد تحديد 24 ديسمبر كان هناك تبني لهذا الاستقرار من قبل المجتمع الدولي وعزم على إجرائها في موعدها. لا نعم، أريد أن أؤكد لك ملاحظة مهمة جدا يا أخي محمد. المجتمع لما تبنى في الفترة كان يريد أشخاص هو متفق معهم في قيادة الدولة. خليني أحكي بصراحة، أرى ما حدث في 75 كان انتصار ليبي بامتياز، ويرجع إلى بعض العناصر الوطنية اللي كانت موجودة من 75. يعني نحن نعرف شو مع الاتسديشن تشتغل الحوار أمني، ونعرف استيفاء الفريق اللي معاه كيف يشتغل، من مكرم إلى أمية إلى منويل إلى غيره من اللي كانوا جايبين مجموعة بين الإيد الليبيين حيحل مشكلتهم في حالة تتفق مصر وتركيا وفرنسا حيجيبوا. وهذا للأسف الشديد إنه استفاد منه ممكن عقيلة صالح وفتحي بشاغة وعبد المجيد سيف النصر وأسامة الجواني، هم كل حكومة، لكن الإرادة الوطنية اللي كانت موجودة من ضمن وقلة كانت هي اللي غيرت الموازين، وجبت لنا محمد المنفي والزملاء هذا كاختيار وطني. وهذا لم يتبقى لك. فالعملية أخواننا أخلكم صراحة، المجتمع أو الدولي ما هوش معني بيه مصالح بيه بقدر ما معني، زي ما حكى حدث الدكتور البرغتي الآن في مصالحه هو الشخصية. الأمريكان لم يتدخل في ليبيا إلا بعد ما دخلت الروس، واصبح في قدم روسي على في ليبيا هنا، اصبحت معنيه بالليبيين من 2011 لم نسمع بالامريكان ولا عنده علاقه بالليبيين بكل، لكن بعد تدخل الامريكا. وانا على فكره شخصيا اريد ان لا اودع سر هنا، التقيت في يوم من الايام باثنين من الامريكان، واحد منهم مرايك حبيب كيسنجر، وبالحرف الواحد قالت له يعني الا خروج الروس. نعم. فيا اخوان خلينا نكون بس، لكن نحن يجب ان نكون متفائلين، وايضا نحرج العالم الغربي ونحرج الدوله بان 24 ديسمبر انتخابات. بتساعدوا في الإشارات، تساعدوا في الإشارات. هو السؤال أين الإرادة الليبية من كل ما يحدث يا دكتور محمد؟ الإرادة عند يعني الإرادة الليبية موجودة لحد الآن. لا موجودة، لا موجودة الإرادة الليبية زي ما يوجد في 49 و 51 في الأمم المتحدة، من شخصية العبارة الله يذكره بالخير لما أعطى رسالة للفرنسي. أيضا في شخصيات وطنية الآن موجودة، وفي إرادة وطنية موجودة، في قيادة وطنية موجودة، ووعي من بيئة الزملاء اللي حاضرين معك في الآن في الوحدة. فاحنا بالعكس احنا يجب نشتغل ان نشخصوا الحاله زي ما تحضر الدكتور علي، وايضا نشتغل على كل الحلول وكل الخطوات اللي تقدروا الخطه A وB. انا للاسف من خلالك اكون صريح، انا كنت اتاسف الى بعض الشخصيات الجدليه اللي دخلت الانتخابات، كانت مش فرصه للغرب بهذا الموضوع، كانت يجب تكون في الوقت الحساس هذا تكون وطنيه بامتياز، ان تنكر ذاتها وتبحث على شخصيه توافقيه تقل الليبيين في هذه المرحله. لكن أي شخصية جدلية لا يمكن، خليك بشكل صريح، لا يمكن واحد من الشخصيات الجدلية في بنغازي بيعلق صورته في انتخابات في طرابلس، ولا واحد في طرابلس يعلق في بنغازي، كيف تبي يقول لك بالحكم بتاعك ولا حاجة؟ شخصية من شخصية سبتمبر يبي كذا، أو شخصية من فبراير يبي مسيبش كذا، أو شخصية هذا كان يتمنى أن ياخذوا موقف تاريخي لأنفسهم، الخمسة أشخاص هذول شخصية جدلية تستبعد هذا الموضوع. وكان هم اللي يقودوا المرحله الوطنيه وكل يوم التاريخ والكلام زي ما كان بشير السعداوي وغيره من الاسماء المعروفه اللي عند الليبيين. هذه الحقيقه كان مبقى. من ناحيه ستيفاني انا بالعكس اراها بدل ما هي تكون العجزه، الحين كلها العصا الى بعض المعرقلين، وايضا ما خلوش نحن اداه عندها هي في هذا في هذا الموضوع. الانتخابات 24 ديسمبر يجب يكون، رغم انه نعرف رمزيه هذا اليوم، ويوم هو يوم الجمعه مش حيكون يوم عطله وكلام زي هذا، لو تاخر 25 او تاخر اسبوع واسبوعين، لكن الاجراءات ماشيه والانتخابات ماشيه، ويجب يكون في راي عام في هذا الموضوع. بالعكس انا الان زي ما في حضره بعض الحلقات السابقه كنت نحرض على الناس، ايضا نحرض على الناس الشخصيات الجدليه يجب يكون موقفها وطني في هذا الامتياز. انا اريد هنا من هذه القناه ومن خلال محبيه ومشجعين، اتمنى من اخي العزيز المهندس سيف الاسلام عمرو القذافي وبمقامة العمه وحاجه بدون رسميات خليفه حفتر او اخ زي الاخ عبد الحميد بيبه وغيرهم، انهم يبعدوا عن المشهد السياسي في هذه اللحظه،
لانهم هم اعطوا فرصه لاستيفانيو لاغير يدخل هذا المشهد، يخلوا عناصر وطنيه تدخل في هذه الفتره. نعم نحن مش في خلال سجال سياسي، اختلاف سياسي وفي كذا، نحن في حاجه الى لم جرح الليبيين، ناس تلتقي. وبعدها لما نوصل لمرحله الانتخابات الوحده ونطعم وصايا ونطعم المجتمع الدولي وتبدا الدوله الليبيه نقبلوا بعضنا ونحترموا بعض، فالتنافس متنافسون بعدها. لكن طيب. الان لا. طيب استاذ محمد صالح جبريل، ما رايك في القول الذي ذهب اليه الدكتور علي البراغثي؟ يعني هو كلام ربما يعني يتم الحديث عنه الان، وهنا الانتخابات لن تحدث في 24 ديسمبر، كان هناك حماس غربي دعنا نقول قبل كل شيء، قبل الحماس المحلي لاجراء الانتخابات في موعدها، ويعني حديث عن ان العمليه السياسيه يعني باتت قريبه جدا من الليبيين، وبالتالي الان كل هذه المعطيات التي نراها في الاونه الاخيره يعني باتت يعني تعكر صفو الجميع بحكم ان 24 ديسمبر بات بعيدا بحسب الكثيرين من المتشائمين دعنا نقول. يعني يوضح شيء محمد، يعني مساله الاقصاء، نحن نرفض الاقصاء مهما كان، نحن عددنا قانون كليبي من خلال مجلس النواب الذي اخرت سلطه تشريعيه تم انتخابها وتم اعداد هذا القانون، وباعتقادي ان هذا القانون ملائم وموائم للازمه الليبيه بوضع شروط وخيارات امام المفوضيه في او تحفظات على بعض الشخصيات او بعض المعطيات يعني الوقائع بمن يستحق ان يترشح لرئاسه الدوله او لاعضاء مجلس النواب. انا لدي تحفظ بسيط، يعني الصراع السياسي في ليبيا هو صراع مغالبه وليس صراع من اجل الكسب، ان يكون شخص هو رئيس او غيره. سيف الاسلام القذافي، خليفه بن قاسم حفتر، عبد الحميد البيبه الذي وقع اصلا هو على ميثاق بعدم الترشح حتى يتم وصولا للسلطه من خلال حكومه الوحده الوطنيه، وهو ما تم ابعاده من القانون رقم 1 والقانون رقم 2 من قانون مجلس النواب بانتخاب قانون رقم 1 عفوا من سنه 2021 بان يكون متنازل عن السلطه لمده 3 أشهر، بل هو بقى في منصبه واستفاد من هذا المنصب. مسألة ابعاد الشخصيات الجدلية، الشخصيات الجدلية لديها أنصار ولديها حسب وصف الضيف لديها أنصار ولديها متابعين وقيادات، يعني دعني أتحدث عن قيادات. لا يمكن أن نقدم شخصية لا تمتلك الشعبية ولا تمتلك القدرة على قيادة المرحلة في ليبيا من خلال صناديق الاقتراح. الأمر معقد جدا محمد، ونحن يجب علينا كليبيين أن نرتضي بهذا الصندوق بعيدا عن محاولة الإقصاء، وأنا أتحدث عن الإقصاء. وافق الدكتور البرغث في مسألة أن المجتمع الدولي هو من يتحكم الأزمة في ليبيا، ولكن إرادة الليبيين قبل كل شيء هي من تقطع الطريق عن المجتمع الدولي. الليبيون عندما يقررون بأن تكون هناك انتخابات يوم 20 ديسمبر سيتوقف التدخل الخارجي في ليبيا وسنصل إلى هذا التاريخ، ولكن إن سلمنا جدلا بالطاعة أو الانصياع أو متابعة البعثة الأممية أو مجلس الأمن وغيره بأن نحن معكم، أنا أعجبني جدا يعني تصريح السيد السايح بأن مجلس النواب هو من يمتلك التأجيل. بالفعل مجلس النواب وآخر سلطة تشريعية هو من يمتلك التأجيل من عدمه، وهنا نتحدث عن باب السيادة السيادة الليبية، وأن مجلس ليبيا ليست دولة تحت الوصاية، ليبيا بالفعل قاضي على قرار. هناك من يقول أستاذ محمد بأن الشخصيات الجدلية التي دخلت على خط الانتخابات هي من زادت من تعقيد المشهد، يعني على سبيل المثال هناك يعني جهات المنطقة الغربية لا تريد الاعتراف لا بسيف الإسلام القذافي ولا بخليفة حفتر، وبالتالي يعني هذا الموضوع يزيد الأمر تعقيدا. أيضا هناك حتى تحركات دولية بعد ترشح سيف الإسلام القذافي، هناك محكمة الجنايات الدولية إلى الآن يعني لا تزال تطالب بتسليم سيف الإسلام القذافي إليها. أول شيء محكمة الجنايات الدولية هي محكمة مسيسة ولديها أطماع سياسية أو للتدخل في الشؤون الداخلية هذه الدول، وهو من باب الباب المنافي لميثاق الأمم المتحدة. الشيء الآخر يعني الشخصيات الجدلية، إن لم تكن هناك شخصيات جدلية إذا لماذا نجلس مع بعضنا في مؤتمر في اتفاقية جنيف؟ لماذا تم تمثيل سيف الإسلام وتمثيل خليفة بن قاسم حفتر وتمثيل المجلس الأعلى للدولة والبرلمان في المشهد السياسي وتم الاتفاق على هذا التاريخ؟
فكرة المغالبة أخي محمد وهي صناديق الاقتراع هي الحل، وهي أسمى أنواع الديمقراطية في العالم، الديمقراطية الانتخابات المباشرة من الشعب إلى صندوق إلى الرئيس أو إلى أعضاء مجلس النواب. هذه الفكرة التي يسعى إليها نحن كليبيين وتسعى إليها هذه الدول وفقا للأعراف الدولية والمعاهدات والاتفاقية الدولية. ولكن يقول لك لا والله أنا مش راضي على محمد الحبيب ولا الدكتور محمد ولا الدكتور المهدي، يعني هذا أمر يعني خلاص ما عادش نشوف الصندوق ولا نلقوا 10 قاعدين بالشارع ونديروا بينهم قرعه ونقولوا لا والله اختار هذا ولا اختار هذا. لا طلعوا محمد الحبيب، برغم ان محمد الحبيب عنده انصار، برغم ان الدكتور محمد عنده انصار، لا نطلعوه ونجيبوا اختار اشخاص اخرى. نحن نتحدث عن صندوق اقتراع، خلي الصندوق هو اللي يطلع. اذا كان سيف الاسلام خذاها باكتساح فليستحق، ان خذاها خليفه بن قاسم حفتر فليستحق. الديمقراطيه الدوليه في العالم في كل دول العالم تحترم بصندوق الاقتراع، لكن مسألة الإقصاء غير موجودة أصلا في الديمقراطيات. أني نقصي شخص أيا كان رئيس الدولة الليبية، خلاص نحن كليبيين شأننا شأن كل دول العالم تحترف بالصناديق ومجلس الأمن موجود، وأي شخص ما يخضعش لما تم انتخابه من الليبيين يعني يسجل قدام قرارات مجلس الأمن وتحيل مذكرة للأنتربول الدولي والمحكمة الجنائية وأن شخص مختصب للسلطة. ولكن من البداية نقول لا والله يطلعوا والله يسيف الإسلام وطلعوا خليفة حفتر وخلونا نجيب واحدين جدد ووجوه جديدة. الوجوه الجديدة ايش قدمت للليبيين؟ يعني خلينا نقول جابوا دبيبة جديد، جابوا فايز السراج جديد. الدول لا يمكن تبنى بالضعفاء يا محمد، خلينا نكون صريحين مع الليبيين. الشخص القوي ومن لديه أنصار هو اللي من يقود ليبيا ويقنعنا بالمشروع الوطني، حتى وإن كنا نختلفوا معاه في الأفكار لكن نقتنع بالمشروع الوطني اللي قدمه لنا كليبيين. ويعني لا باس يعني تكون عنده اغلبيه كامله ولا بسيطه ولا خلاص الليبيين اتفقوا واختاروا خلاص اللي يصير على الليبيين يصير علينا كلنا. لكن يقول لك لا والله يطلع محمد الحبيب عنده انصار وشخصيه جدليه. الجدليه هذه اللي خلتنا نحن وصلنا للمرحله الاجتماع برلين والاتفاقيه جنيف ولتحديد مسار سياسي وان يقدم نفسه شخصيه قويه. طالما هو شخصيه جدليه معناه شخصيه قويه. طيب دكتور علي البرغتي، اذا كنت في الاستماع. نعم. هناك من يعني يذهب بأن الإرادة المحلية لا تزال موجودة، الدليل على ذلك بأن 2,400,000 ناخب استلموا بطاقاتهم وينتظرون بكل شغف يوم 24 ديسمبر، وبالتالي هذا ما سيساعد أيضا أو أحد العوامل التي ستساعد على إجراء الانتخابات. نعم. تسمعني دكتور؟ تسمعني كويس. محمد، خليني أضع لو سمحت يا محمد، خليني أضع موضوع الديمقراطية هذا في نعم تفضل. لحظة أنا أتحدث معك. أنا أقول لك وأكاد أكون جازما أن 1,500,000 الذين ذهبوا إلى التسجيل ومن ثم استلام بطاقاتهم لم يذهبوا على الإطلاق بحثا عن الديمقراطية يا محمد. هؤلاء بحثا عن الخلاص من نفق أزمة سيطرة على هؤلاء الناس يريدوا أن يتخلصوا منها بكل الطرق. في مقابل ذلك يا محمد، نعم، أن هناك عامل دولي مسيطر على هذه الأزمة أردنا أو لم نرد، وهو حتى لم يتفق بعد على مصفوفة المصالح التي يجب أن تحدث. وإلى أن يحدث ذلك فلن تكون هناك على الإطلاق انتخابات، لأن تحليل البيئة ما هي هناك تقطع في الصوت دكتور علي. نعم هناك. إذا كنت تسمعني نعم تفضل. أنا أقول لك بأن العنصر الأساسي الذي يجب أن ننتبه له أن هناك انقسام سياسي رأسي في المشهد الليبي الداخلي سوف لن يلتحم مع بعضه إلا إذا وبالتالي تفكرش من الأشخاص الآن، دعوك من الأشخاص، تفكروا أن هناك مشهد منقسم سياسيا رأسيا ومفيش أبدا على الإطلاق في العالم حدث أن انقسم هذا المشهد واستطاع أن يقيم انتخابات ديمقراطية. هذا الموضوع لا يتفق أبدا مع التحليل العلمي إلا إذا كان هناك مدارس أخرى أنا لا أعرفها. ثانيا أنا أقول بأن الإسراع بالقبض مباشرة الآن قبل يوم 24 ديسمبر
بالسيدة ويليام ليس لإجراء الانتخابات على الإطلاق، ليس لإجراء الانتخابات، لأن العالم الخارجي يحلل مشهد منذ قلنا يوم 24 ديسمبر هو يوم الانتخابات، وإنما لإنقاذ النموذج وتحويره من نموذج التوازي والتلاقي الذي بدأ في يعني نفهم منك بأنك يعني تذهب إلى القول الذي يعني يرى في عودة ستيفاني ويليامز بأنها جاءت لإيجاد سلطة جديدة، دعنا نقول بعد 24 ديسمبر، كان هناك تخوفات من ربما عودة انقسام قد يحدث في حال لم تجرى الانتخابات في 24 ديسمبر. ولهذا السبب يا محمد النموذج الذي أحاول عليه بقدر الإمكان أني أنا أوضحه، هذا النموذج هو نموذج الاحتواء. إذا حدث عبث داخلي، صراخ سياسي داخلي في داخل ليبيا، معناه خروج الأزمة عن السيطرة وربما حتى خروجها عن الحدود. ولهذا سيد ويليام سوف يقوم بإعادة الطقم مرة ثانية إلى 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 مكان الصحيح. وأعتقد وأكاد أن أقول جازما أن الخروج بهذا المشهد الآخر سوف لن يكون عن طريق الانتخابات بقدر ما يكون عن طريق سلطة أخرى يسبقها طاقم سياسي آخر، سترى بأنها ستكون مجموعة قد تختلف عن المجموعة 75 ولكنها في طريقها إلى تكوين مجموعة أخرى لكي تحدد إطار سياسي ينتج سلطة أخرى. إلى ذلك الحد الآن هي مشغولة بكيفية عدم الحصول على عبث في المشهد السياسي الليبي، كيف يمكن الحفاظ على حالة الاحتواء إلى أن يتم إنتاج تلك السلطة، والله أعلم. شكرا جزيلا لك دكتور علي البرغثي أستاذ العلوم السياسية والعلاقة الدولية على كل ما تفضلت به، نرجو أن تكون معنا في مساحة أخرى بالصوت والصورة. اليوم كنت بعيد عن المكان أو عن مدينة بنغازي، وبالتالي يعني كنا نتمنى أن تكون معنا بالصوت والصورة، ولكن في مساحات أخرى سوف تكون معنا بإذن الله. أعود إليك دكتور محمد غزة المتابع للشأن السياسي. القول بأن ستيفاني ويليامز يعني جاءت لإيجاد سلطة أخرى بديلة عن 24 ديسمبر يعني بات حديث حتى الأوساط الدولية دعنا نقول، وبالتالي يعني قد نرى مشهد آخر مختلف. يعني تقيمون هذه المسألة بحكم أن 24 ديسمبر لم يتبقى عليه سوى 11 يوم تقريبا، وهذا يقودنا إلى الرؤية بأن الانتخابات لن تجرى في هذا اليوم. نعم هذا احتمال وارد واحتمال كبير جدا، وواحد من المؤشرات لهذا الموضوع هم دخول أكثر من 90 ناخب، وأنا أعرف بعض الأشخاص منهم وكنت نتحدث معاه يقول لي احنا متوقعين مش حيكون في انتخابات وحيجمعونا زي ما جمعوا 75 وحيوزعوا بيناتنا الرئاسة والحكومة والوزارة، كلام زي هذا. يعني في من يعتقد ان عنده علاقة بالمجتمع الغربي، واحد دول، واحد فرنسا وواحد كذا وواحد كذا، يقول لا، يقول مش حيكون في انتخابات، وممكن اختاركم انتم التسعين يرشحوكم الان في 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 الوحدة، وكل واحد ياخذ تسكت 5000 واحد اولا، ومعناها انت خلاص عندك يعني مزكى من الشعب وتمثل من الشعب ويتم اختيار بيناتكم. وهذا شيء قلت لك حقيقة ما يعني لجنة جديدة مكونة من مرشحين للرئاسة، مرشحين للرئاسة، نعم 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 نعم، هذا واحد من احتمالات يكون وارد جدا يعني. ولكن زي ما حكيت لك دائما لما تعرف كيف الشغل يعني تحاول تبني عليه انت ايضا، ما اذا كان يدعمك بتاكد عليه، وكان تحاول تكشفه وتدينه يعني. فيما يتعلق ايضا بالتعليق للاستاذ محمد اللي من دارنا الاستاذ العزيز، العمليه ليست اقصاء، عمليه احنا طلبنا مطلب، قلنا من هاي الشخصيات، انا اعتز بالاخ سيف الاسلام عمر القذافي، واعرف هذا الشخصيه من بيت وطني بامتياز، مع خلاف بعض الاشخاص الاخرين فيه ومع عيوبه ومع اخطاء، ولكن في النهايه من عائله مناضله، ولكن لاني عائله مناضله واحترم هذا العائله، ولا اعتبر تاريخ مشرف، وايضا احترم حفتر لسبب واحد مثلي، انا لو حفتر مات حتى طبيعيه ممكن حيكون في انقسام في المنطقه الغربيه، وايضا احترم مساراتها ورجال بركان الغضب اللي بالفعل حابوا الدواعش وحموه حتى خلاص، واعرف معنى تعني الزاويه بكل رجالها وطرابلس، رؤيه توافقيه هذه دكتور محمد، هذا نحكي له اللي فهمت، هذا الاتفاقيه اللي المفروض الان في الفتره هذه نحكوا بها. لما نحكي على
مسراتها قدمت أكثر من 3000 شهيد. الطرابلس قدمت بكل زنقة في طرابلس مقدمة. سيف الإسلام قدم أغلى شيء عنده وأغلى شيء عندنا، إحنا كنا الليبيين من كبرات أقصد في من الليبيين. الآن نجي نخلي يعني يدولي مقلب الأجانب والغرب ويدخلنا في متاهات يقول لا ولا أنتم شخصية، وبالفعل يستغل العاطفة هذه. لا أنا كنت أتمنى مش إقصاء، كان عمل بطولي زي ما دار بشير السعداوي لما وحد طرابلس مع 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 بنغازي وتنازل للملك إدريس السنوسي وللعلم وللنشيد وللعاصية في بنغازي في سبيل وحدة ليبيا. هذا القصد، مش قصد الإقصاء لحد. نحن نحن نعتز بالعائلات هذا وبالناس هذا والوطنيين مع اختلافنا السياسي مع كل، لكن هذا وطن الآن، هذه ليبيا، هذه ناس في الشارع الآن تئن يوميا، ومش لهاللحظة قاعدين في سجناء وقاعد في كذا وفي ناس تعبة. نعطي فرصة إن نزيد أجل انتخابات ونخش مشاكل سياسية. إحنا مش في حالة طرف، إحنا مختلفين على العالم كله، في حالة استثناء الآن. الاستثناء يحتاج إلى رجال في قام السيف وغيره من الشخصيات المحترمة وغيره. الآن متأكد إنه اللي يحكي لي واحد شاب اسمه مهند المحجوم من قيادات مسراته في 2011 و13 و15 وغيره، هذا الرجل الآن يدعم في سلم اجتماعي. ليش؟ لأن الناس تعبت خلاص. لكن احنا ما عطوش فرصة، لأن بالفعل في خلينا نحكي بصراحة، التيار المعرقل يتكلم عن عماد السايح يبحث على حلول. أنا أتفق لك حاجة، حتى عماد السايح اتهم أنه هو مشارك عملية تأجيل انتخابات بطريقة ذكية جدا. هو ربما أيضاً لم يستطع يعني هذا الواقع أمامه، اصطدم بواقع يا دكتور. يستطع يا دكتور في حالة واحد فقط بس، كان من الأول في ضوابط معينة تمنع الامور هذه، بحال ما دخلش في الحرج هذا. لكن على سبيل المثال انا اليوم كنت مطلع على الاستاذ ابو الفقه القانوني الليبي الكوني عبوده يحكي القانوني الموضوع معقد في ليبيا، اذا في حل توافق سياسي، حل تنازلات، اما قانونيا والقضاء والمحاكم والاستثناءات هذا حيدخلنا في مجال اخر مش حننتهوا من مع الحق. المغالبه اللي تحكي فيها هذه العقليه الليبيه الان قاعد تفكر انه في مغالبه. من اللي بينتصر؟ هل جماعة سبتمبر، جماعة فبراير، الإخوان، من هم اللي بينتصروا؟ أنا كان فيك المسؤول، أنا في يوم من الأيام قبل 3 شهور تقريباً حاولنا نشكل كتلة وطنية. جبنا أستاذ فتحي باشا وكلمنا معه شخصياً، محمد المزوخي، جماعة مهندس سيف الإسلام، جماعة الحركة الشعبية، مشينا القيادات في المنطقة الشرقية من الأستاذ الفاضل عبد الرحمن العباري إلى عاشور شوي إلى غيره، وجمعناهم قلنا اتفقوا على أنكم مع بعضكم كيف نسقها بالمدينة ديرها السفاحين، درناها كليبيين. لكن بشرط واحد، نحن نستبعد التيار المتشدد سواء كان الاخوان او غيرهم، ونستبعد الانفصاليين، واتفقوا انتم يا ليبيين وانكم ذاتكم. لكن القصه مش قصه احنا انا جاي في اذاعه يعني بنقول كلام راني كذا، لا انا نعرف انه بالفعل الموضوع مش سهل، الموضوع معقد جدا وحساس، لان في فتره حرجه جدا. عارف لو ان الانتخابات اجلت او صار حتى لو تمت الانتخابات وانتصر واحد منهم ورجعنا للسلاح وللقتال، يعني انقسام ليبيا، وهذا غير مقبول لأي إنسان حر شريف في ليبيا هنا. يعني في حال أجلت الانتخابات أيضا الحكومة موجودة، الحكومة مؤقتة موجودة. بالأمس كان في مؤتمر صحفي وتحدثوا بأنهم لن يسلموا السلطة، وأيضا عبد الحميد الدبيب اعترف بذلك، لن يسلم السلطة إلا لسلطة منتخبة من قبل الشعب. وايضا طلع استاذ فتحي بشاغه وقال لن نعترف بعد 24 بالحكومه هذه. وهناك جلسات في مصر ما بين استاذ فتحي بشاغه وعقيله صالح على الحكومه الجديده، ودخل منتصر على الخط، ودخل احمد بعتيق على الخط، يعني هي عمليه سياسيه يا اخوان، خلينا نحكم بصراحه. والان هنا في طرابلس عادي مش مقبول عندهم كلام هذايا. ولا ايضا في منطقه الزاويه يعني في فسحه قدموا دماء وقدموا، كان مش مسموح ان الان الحكومه تكون جديده لمصراتها. هذه العقلية الغريبة، العقلية الليبية يحكوا فيها احنا الآن، يجي الزوزاء كلها هي نوش دي مرحلة ديمقراطية حق، وكل من هو قلب على ليبيا. وأنا أحيي والله الأمان، لا تملق ولا حاجة، أحيي فتحي بشاغة على شجاعته وعلى أن كان ذات، وأنه راجل رغبة في محاربة الفساد، محاربة الإخوان، رغم يحاول يلبسوه بهذه الطريقة، ومشكور جدا وشكر الله سعيك وكل من غيره في هذا الموضوع. لكن احنا الآن في مطرح حساس، وانا اتوقع على فكره ان يوم 25 اذا فيش انتخابات حيعلن بشكل بهذه الطريقه اللي يحكي فيها، في صراع بسيط، في مناوشات، تاتي ستيفاني وتقول هل الخمسه اللي قلنا لهم المرشحين تاع الوحده بشكل حكومتكم الجديده، وهل هذا هو الحل؟ هو هاش يقول مش تقصد حد يحكم شخصيه توافقيه،
نبحث الآن إذا الليبيين حقيقيين نستشعر بمسؤوليتنا وننكر ذاتنا ونهتم بكل الليبيين. يا أخوان يجب نراعوا المرأة الليبية والشاب الليبي. أنا رأي من منطقة معروفة جدا منطقة استيعال انتمائها ب 60% لسيف الإسلام وأعرف هذا جيد، وأعرف أيضا من ولد الزاوية ومنطقة الزاوية ونعرف 60% من الزاوية ضد سيف الإسلام. لما نحكي لك على عجلات ونوايل وسيعان يمثلوا 60% من الإنصار، هل يقبل بأنهم بيكون طيب بالديمقراطية وكرسي والرقم وخلاص؟ هل يقبل بحفتة مشير حفتة لما بيجي طرابلس ينتخب؟ رغم أني أعرف سياسيين، أنا هذه خدمتي للخدمية، نعرف أن حفتة لو حتى نجح في الجولة الأولى حيخسر في الجولة الثانية. منطقي هذا المعروف كلام هو. لكن مع هذا هل حكم مستفز هذا الموضوع؟ لهذا أنا من هذا أناشد واستجدي المشير حفتر ومهندس سيف والدكتور حميد بيبة وغيرها من هالشخصيات هذه انهم هم يقودوا عمليه سلميه، هم يقودوا عمليه وطنيه، هم يوحدوا بعضهم ويقولوا يا اخواننا شوفوا لكم شخصيه ونحن ندعم هذا الاتجاه زي ما دافع 75 شخصيه وطنيه زي محمد دكتور محمد ابو عجاله اثنى عليه عبد الرحمن السواحلي اللي كان مختلف وياه قال بدي عم وطن هنا شبح هنا كانت رساله ايجابيه. هو فقط يعني اريد ان انوه دكتور محمد بان الأستاذ محمد صالح جبريل من درنا نحاول الاتصال به ولكن فقد الاتصال. هو قبل أن يدخل الحلقة قال بأن الكهرباء مقطوع لديه ربما بسبب هذا الأمر فانقطع الاتصال. يحاول الزملاء جاهدون ولكن لم يتحصلوا عليه. على كل حال شكرا جزيلا له. ولكن في هذه الدقيقة دكتور محمد جزاء، هو التساؤل عن مرحلة ما بعد 24 ديسمبر، يعني حالة الغموض الآن التي حدثت بعد الجدال والخلافات الحاصلة وكذلك التداخل فيما بين العوامل التي تساعد على إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر، يعني تجعل من التساؤلات تكثر عن مصير ليبيا بعد 24 ديسمبر. الحكومة موجودة ولن تريد أن تسلم السلطة لأي سلطة أخرى ما لم تكن منتخبة. ستيفاني ويليامز الآن موجودة في طرابلس ولا يعرف ما هو الهدف الأساسي لحد الآن من وجودها. أنا متخوف بالفعل من بعد 24 ديسمبر حيكون يعني بالفعل الصورة حتكون مظلمة أكثر ما هي مظلمة الآن، وحيكون يعني بالفعل في فرصة إلى حنقول في مصطلح أنا آسف نقول في الخونة والعملاء أنهم يغذوا الحرب وغدوا التقسيم والفتنة في ليبيا لمصالح دول خارج الشمال. ولكن ستيفاني أعتقد زي ما قلت لك حتشتغل دائما على أنها تكون في ما فيش حرب وفي حكومة مؤقتة. لكن خلنا أعطيك معلومة مهمة جدا، أعتقد الروس لما دخلوا ليبيا من ضمن الشروط اللي دراها سحابهم إلا بعد ما يكون في رئيس منتخب، ولهذا احمد بعيتي كان صاحب هذا المعلومه وكان متفاوت هو والاستاذ سياله في هذا الموضوع. والامريكان مصرين على خروج الروس فيعرفوا انهم يبوا ينجحوا الانتخابات. العمين احنا سبحان الله مرات خلاف الروس والامريكان هو اللي خدمنا، خليك من الدول الثانيه. انا انزعج لما تبدا ليبيا ملف يتداولوه الدول الثانيه اللي احنا كنا كانت هي ملفات عندنا وكنا احنا نسوق فيها للاسف الشديد. أنا من أنصار نقطتين يا أخويا محمد. من أنصار إن بالفعل يجب يتم تعبئة الشارع على نشر الانتخابات ونستفيد من الغرب بتحديد من الأمريكان ومن ستيفاني في إن تأخر شهر، حتى تأخرت شهر 20 يوم شهرين مش مشكلة تتم هذه العملية. وأيضا أتمنى من والمرحلة الثانية أتمنى أيضا من القيادات في الدولة الليبية بكل مكوناتها الاجتماعية طيب والسياسية وغيرها إنها تستوعب مسؤوليتها في هذه الفترة الحرجة ونتعمل على نجاح للعملية الانتخابات. نعم. بدون عوائق قانونية ولا نعم. كذا يعني فهمت هذا اللي أثر فيه. ونتمنى نعم. أتمنى وأتكلم بمرارة بصراحة الآن لأني قلت لك محسوب، يعني أنا ولد النظام الجماهيري ونعرف هذا الكلام كويس، ما كنتش أتمنى ليبيا تكون بهذا الشكل اللي نحن فيه. وأيضا أنا أعتز بوطنيتي وبليبيتي وأحترم كل الأطراف الحمد لله. أنا أتكلم في طرابلس الآن لم تتسخدي لما أخدم، بالعكس كنا من 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 2011 من احنا دعاة صلح ودعاة مسالمة بين الأطراف كلها، وحنستمر في سبيل بلادنا وإن شاء الله ربي يوفقنا في هذا الموضوع. وأنا آسف إذا خرجت عن طوري، اللي بالفعل موضوع حساس جدا. تأخير الانتخابات يعني حرب، يعني فساد لا قدر الله أكبر من احنا عايشين فيه الآن.
وشكرا محمد. شكرا لك دكتور محمد. وصلنا إلى ختام حلقة لايف. دكتور محمد بوساقزة المتابع للشأن السياسي كنت معنا من طرابلس. الشكر موصول إلى أستاذ محمد صالح جبريل من درنا، وكذلك إلى الدكتور علي البرغفي كان معنا عبر الهاتف أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية. وصلنا إلى ختام حلقة لايف لهذا اليوم. إلى الملتقى بحول الله وملفات أخرى في حلقة يوم الغد. إلى اللقاء مشاهدينا الكرام.